جزاكم الله خيرا. هذا سائل من برنامج لم يذكر الاسم في رسالته وكتب بخط واضح، يقول حج شخص مع أمه وخالته وأخته منذ 9 سنوات ولم يطوفوا الوداع للظروف الصحية، على أنهم سيعودون لمكة بعد 2 أسبوع لأداء العمرة، فهل عليهم شيء علما بأن الخالة المذكورة قد ماتت؟ لا يجوز الخروج، لا يجوز للحاج الخروج من مكة بعد الحج إلا ويطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، والمرض لا يمنع من طواف الوداع، المريض يحمل، المريض يحمل ويطاف به محمولا. أما ما جاء في السؤال من أنهم خرجوا من مكة وسافروا، يقولون نبي نعود عقب الزحمة، إذا خرجوا وسافروا لو عادوا ما ينفعهم الرجوع، لو عادوا وطافوا بنيتهم للوداع ما نفعهم ذلك، لأنه فات محل الوداع. فعلي على كل واحد منهم فدية تجزئ في الأضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع منهم ذبح الفدية فإنه يصوم 10 أيام. نعم.